السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول في اللون أيتما ديستما، مع عالم الأمراض معكم طبعا، ومع عالم الأمراض. ولماذا عالم الأمراض؟ لأنها كثيرة والأمراض لا تحصى. فرغم ما أحرزه الطب الحديث من تقدم ومن إنجازات، ويعني رغم التقدم العلمي الحديث، وهو طبعا هناك إنجازات كبيرة وضخمة في الميدان الطبي، لكن مع ذلك لا زالت هناك حالات غريبة، حالات مرضية وعرضية غريبة تنتاب الناس. وهذه الحالات تكون مرة ومرتين وثلاث مرات في السنة ربما ينتبه لها الناس، وهي تكون على الجهاز العصبي، وتكون كذلك في المعدة، وربما في المعي الغليظ، هذا في القولون، ربما تكون حتى يعني في بعض الأجهزة الأخرى، مثلا مثل أكرمكم الله مثل الجهاز البولي كذلك تكون هذه الأعراض. اليوم نتكلم عن الحالات الغريبة التي الغير مفهومة التي تظهر على مستوى المعدة. المعدة تكلمنا عن جرثومة المعدة، وتكلمنا عن سرطان المعدة، وأعطينا وصفات غذائية، ويعني ساعدت الناس الحمد لله استفادوا منها. واليوم نتكلم عن أعراض غريبة، أعراض غريبة جدا تظهر على المعدة، وهي غير معروفة، يعني حتى الطبيب لا يشخصها. أن مرتين وثلاث مرات في السنة بعض الأشخاص، يعني وكثير من الناس، يعني تصيبهم هذه الحالة، يعني المعدة يحس بألم وغثيان، وربما يعني تقيؤ أكرمكم الله، والشخص يفقد الشهية ويحس بألم، ويعني أي شيء يأكله يرده، يعني يرجعه، حتى الماء، هناك يعني أشخاص يشربون الماء ثم يعني يرجعون هذا الماء، يعني حتى الماء ليس الأكل، ويعني تستمر ثلاث أيام أسبوع، وهناك من تستمر عنده أكثر من 15 يوم. هذه الحالات غريبة جدا تظهر على الناس، هي ليست تسمم غذائي، وليست لأن الشخص أكل شيء أو خلط الأكل أو، لكن حالات غريبة هكذا تنتاب الناس مرتين وثلاث مرات في السنة. هكذا الشخص يحس بهذا ويذهب عند الأطباء ويتناول أدوية، لكن تبقى لوقت معين ثم يعني تختفي. أشياء غريبة، وكثير من الناس يعني يشكون من هذه الحالات، وهي ليس المعدة فقط، يعني كل الجسم وكل الأعضاء هناك حالات غريبة تتردد في السنة، يعني تختفي ثم تعود بعد 6 أشهر، بعد 4 أشهر. سنتكلم عن كذلك عن الجهاز الدموي، عن القلب والشرايين. كثير من الناس تظهر لديهم أعراض على مستوى القلب، يعني عدد ضربات القلب وعدم النوم ويعني وانخفاض الضغط. هناك على الجهاز العصبي كذلك تنتاب الناس بعض الحالات كذلك غريبة، أن الشخص لا ينام ولا يقدر على التركيز، ويبدأ قلبه يعني نبضات القلب يعني ترتفع. لكن اليوم نبدأ مع المعدة، وهذه الحالات بدأت الآن تظهر عند كثير من الناس، وكل الذين لديهم هذه الحالات يستغربون. هي ليست تسمم، لأن التسمم بعد يوم أو يومين، بعد 48 ساعة إذا الشخص لم يأكل ويشرب ماء، على التسممات ممكن شخص يشرب ماء، لكن هذه الحالات الغريبة حتى الشخص يشرب ماء ثم يرجعه ويأكل ويرجع الأكل، لا شيء يمر يعني عبر القناة الاثنا عشر. حتى من هذه الحالات من قال أنه شك في مس أو سحر، وذهب عند راقي، وذهب عند هذا المشعوذين. لكن هي حالات هكذا يعني تكون، حالات ليست طبيعية طبعا، لكن تكون. هذه من جملة الأمراض الغريبة، الأمراض الغريبة التي تكون. فيعني حالات الحمد لله أن بعض الأشخاص كنت التقيت بهم وعندهم هذه الحالات. هذه الأشخاص الذين التقيت بهم يعني ربما كانوا محظوظين، ولذلك أردت أن أعمم الحديث وعملت هذا الشريط لكي ننفع الناس كلهم جميعا، وليس واحد واثنين الذي ألتقي بهم لما أكون يعني في السوق، أو لما أكون مسافر أو شيء. في يعني الأسبوع الماضي التقيت بشخصين، يعني واحد منهم أجنبي وعندهم يعني نفس الأعراض، حتى أن شخص قال لي بأن تدوم عنده شهر، تدوم شهر كامل ويحس بألم ويعني يتوتر وكل شيء يرجعه،
ويعني ويرتبك جدا، والأطباء والأدوية وعنده تغذية صحية يعني، ولكن لا شيء. وواحد منهم حتى أنه أخبرني بأنه يشك في مس أو يشك في سحر أو ربما تسمم، يعني هذا إجرامي توكل أو شيء. لا لا، هذه حالات يعني تكون، حالات تكون تنتاب الناس. فعموما لما الشخص يصاب بهذه الحالة يفكر في الأكل الحامض. انظروا، الحل بسيط جدا، الحل بسيط جدا، يعني يكون هيئ عصير خضر فقط أو فواكه، لكن عصير خضر أحسن. يطحن هذه الخضر بطحانة خضر، أي خضرة، أي خضرة، يعني الخضر الجيدة تكون مثلا الصفرجل، الصفرجل ينفع كثير، والتفاح كذلك ينفع، والبامية، وكذلك هذا القتاء واليقطين، حتى بعض أنواع القرعيات، ويعني هذا الملفوف والقرنبيط، هذه أشياء كلها جيدة. يطحن شخص خضرة ثم هذا العصير الخضر، يكون طازج طبعا، لما نقول عصير فهو طازج، يعني الخضر لا تطبخ، تغسل جيد وتقشر، تطحن بطحانة خضر، يضيف معها شيء بسيط من ماء معدني، ثم تحمض بالليمون الحامض القارص، هذا يعني في المغرب نسميه الحامض أنا، لكن هذا ليمون ان انجلش، ليمون او لو سيترون، حبتين، حبتين عصير هذا القارص فوق هذا عصير الخضر، يتناوله مرتين وثلاثة في اليوم. يعني اولا يتوقف الرجيع، لا يرجع، يعني هذا الغثيان والتقيؤ يتوقف، ثم يعني الالم يبدا كذلك يختفي، ويعني يمكن أن يأخذ هذا الشراب، يعني الخضر، شراب خضر محمض، يتحمض جيد بالليمون الحامض، يعني سيترون هذا البرتقال الحامض، وكذلك شراب زنجبيل، شراب زنجبيل مع الماء، وإما حامض إما خل طبيعي، خل بلدي، لكن هذا يهيئ زنجبيل، يعني زنجبيل مطحون على شكل بودرة، يغلي الماء يفرغه على الزنجبيل، يعني كل الناس يهيئون زنجبيل، يعني ثم ليس بالضرورة يكون طري، ليس بالضرورة يكون زنجبيل طري، يعني يخليك يعني ينسوا زنجبيل طري هذا، يعني الناس كلهم يتعاطون للزنجبيل الطري، لا فرق بين الطري واليابس، يعني يكون مطحون على شكل بودرة وتفرغ عليه ماء يعني فاتر، ماء يعني ساخن، شراب زنجبيل، ثم يحمض بالليمون الحامض، ليمون حامض، يعصر شخص هذه القرص هذا الحامض فوق هذا الزنجبيل، ويشربه كوب كبير، كوب كبير يعني 100 ملي، يعني مرتين ثلاثة، يعني اليوم الأول يعني يأخذ مرتين عصير خضر، ويعني مرة زنجبيل أو مرتين، هذه أكل يعني مش مشكل، لما يتوقف الغثيان جيد ممكن يأكل، ثم لا يأكل أي شيء في اليوم، ومعه طبعا بروبوليس عكبر، يعني لا بد من العكبر. لماذا؟ لا، لأن ربما يكون بعد الخدشات أو بعد الجروح في المعدة، لأن هناك من عنده أثر الدم في يعني في التقيؤ، ويتغير لون البراز كذلك، يعني أكرمكم الله. ف يعني لا بد من العكبر، لا بد من العكبر، أقولها مرتين، لا بد من البروبوليس، كبسولتين بروبوليس، كبسولتين 500 ملي جرام او كبسولة 1000 ملي جرام، 1000 ملي جرام وليس جرام، 1000 جرام كثيرة، هي كيلو، فيعني 1000 ملي جرام او يعني 1000 ملي جرام، يعني اذا كان من فئة 1000 ملي جرام ياخذ وحدة، وحدة الصباح وحدة المساء، يعني مرتين في اليوم، اذا كانت 500 عنده كبسولات 500 ياخذ اثنين صباح واثنين مساء. يعني أظن أن بعد 48 ساعة إن شاء الله تكون الأمور تمام، لأن هناك من يعني هذه الحالة تجعله في محنة، تجعله في محنة، لأن حتى العمل لا يركز مع الأطفال وفي المنزل، ولا يسوق السيارة جيد، ويكون منزعج. لماذا؟ لأن هذه ستوميك أبسيت، نسميها هكذا بالإنجليزي، ستوميك أبسيت، هذا الانزعاج على مستوى المعدة، يزعج كذلك الجهاز العصبي. فيعني ربما يعني هذا الشريط يفاجئ كثير من الناس، لأن كما قلت لكم عالم الأمراض، ونحن ننتبه لجميع الأمراض وبالتدقيق، وليس فإن شاء الله إذا أردنا أن نؤسس الطب الطبيعي، الطب الحقيقي، الطب الطبيعي وطب ابن سينا،
إذا أردنا أن نؤسس هذا الطب يجب أن نكون ملمين أولا بالأعراض، كيف تصيب الجسم وكيف هي ومن أين تأتي وما أسبابها، ثم يعني لما طبعا لما نشخص الأسباب ليس المرض. ليس المرض، الآن الطب الحديث يشخص المرض وليس الأسباب، يعني بالتدقيق انتبهوا يعني وشغلوا عقلكم، هناك تشخيص المرض، انت عندك سرطان، انت عندك مرض بهجة، انت عندك هاشيموتو، انت عندك غدة درقية، انت عندك صمامات يعني مسدودة، وانت عندك يعني توتر، وانت عندك نقص يعني، وانت عندك فوسفوكرياتينين طالع، وانت عندك يوريا طالعة، يشخصون المرض وليس أسباب المرض. الطب القوي الطب الطبيعي هو تشخيص أسباب المرض، لماذا هذا المرض؟ إذا شخصنا أسباب المرض يصبح العلاج لا شيء، يصبح العلاج بسيط. وانظروا هذه الحالة، هذه المعدة التي كثير من الناس سيفاجئهم هذا الشريط لأنهم يحسون بهذه الأعراض، ولاحظوا أنها تكون مرة ومرتين وثلاثة حسب الحالة النفسية للشخص وحسب النشاط، إذا كان الشخص مرهق ويعني يعمل كثير ومنشغل فربما تصيبه 4 مرات في السنة وتختفي لوحدها، وشيء لذلك قلت شيء غريب جدا، وأكيد أنكم يعني ستلاحظون هذه الأشياء، ويعني انتبهوا كذلك أنتم، انتبهوا أنتم كذلك في حياتكم. لماذا؟ لأن ممكن أنت يعني تدبر صحتك يعني أنت بنفسك، لما لا؟ إذا انتبهت فقط يكفي أن تنتبه. الناس عايشين عشوائيا، يبلعون ويخلطون ويأكلون أي شيء ولا يعلمون ما يأكلون، يعيشون عشوائيا ثم يبحثون عن علاجات. عيشة عشوائية، أكل عشوائي، نمط عشوائي في أي شيء، اختلاط الأكل، أكل في كل وقت في الليل في النهار، ثم يبحث عن علاج، يشتكي من شيء، يقول أنا عندي 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 عندي، في الأخير يريد علاج ولا يريد أني يعني على الأقل يا سيدي انتبه، انتبه لحياتك أولا وبهدوء وتعقل وكون ذكي وشغل عقلك وخذ قلم مثل هذا وورق يعني، وأنت يعني اعمل دراسة لحياتك وسترون، اعمل دراسة لحياتك سترى، والله لن تحتاج أي أحد في حياتك، اعمل دراسة لحياتك وسترى. يعني الجسم يتحسس من كثير من الأشياء، الأجسام ليست يعني هي يعني نحن لا أحد يشبه الآخر، لا أحد يشبه الآخر، هناك أغذية تعمل تحسس عند فئة، لا تعمل أي شيء عند فئة أخرى. هذا المشكل المعدة يعني نسبة كبيرة من الناس والشباب على الخصوص، الشباب يعني شباب العشرينات كذا لديه كثير من هذه الحالات. فقط لما تكون هذه الحالة وينحبس الأكل ولا يكون الشخص عنده شهية ويعني غثيان ويعني يرجع الأكل كله، يرجعه حتى الماء، حتى الماء يعني يشرب ماء ويبلع يرد، يعني لا 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 شيء يمر يعني إلى الأمعاء، يعني لذلك قلت يعني شيء غريب. ثم يحس بالمكان المعدة يعني شيئا ما ساخن، يحس كذلك وأن حرارة المعدة ارتفعت، ويكون يعني يحس ب يعني بضعف شديد، بضعف وكسل وخمول ولا يقدر على فعل أي شيء، ويركن إلى النوم أو إلى التمدد، شخص يركن إلى النوم أو التمدد ويصبح منزعج كثيرا. هذه الحالات انظروا حالات غريبة لا تجد حل في الطب إلى حد الآن، ولكنها الحل بسيط جدا، أن شيء حامض، سائل حامض، طبعا ليست المشروبات الغازية، ليست هذه الجازوزة، نحن نتكلم عن شيء طبيعي، عصير خضر وربما مع فواكه لما لا، لكن تحمض، تكون عندها حموضة جيدة، حموضها لأن الحموضة هي التي تفيد. ثم زنجبيل كذلك مع حامض، شراب الزنجبيل كذلك يكون يحمض إما بالخل أو بليمون حامض، هذا السيترون، هذا الليمون يعني، ويشرب ويعني ستلاحظون، وينتظر الشخص، ينتظروا يعني لا تتسرعوا، لما لا يكون لا ترجع الأكل، لما تشرب هذا العصير ويمر جيد ينتظر، هناك من بعده يبدأ يأكل، لا في اليوم الأول لا تأكل أي شيء، اشرب ماء دافئ، اشرب شاي، ويعني هذا ربما شاي معه لويزا وشاي معه بعض الأعشاب وحتى بعد يعني بعد التوابل، شاي معه شيء من القرفة أو شيء معه
يعني شيء من قرنفل، وهذا تشرب شاي فقط وتشرب ماء دافئ اليوم الأول، وعصير خضر وزنجبيل، أشياء تكون حامضة، أشياء تكون حامضة، ثم الأكبر فقط، الأكبر فقط، أكبر بروبوليس أكبر. إذا كان الناس مثلا في فصل الصفرجل فهو هائل، وإلا فالخضر الأخرى كذلك تفي بالغرض، يكون بطاطا حلوة، تكون قلقاس، يكون هذه يقطين، يكون كذلك يعني قرعيات خضراء هذه، ويكون خضر حتى يعني هذه خضر في فصل الربيع تكون كثيرة، حتى بعد الحشائش خضراء، أوراق خضراء كذلك تطحن، يعني هذه عصير خضر يعني محمد نضرو، يعني الحل سهل جدا، الحل سهل جدا، لكن لا بد أن عصير خضر مع بروبوليس يعني، وإن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة فالشخص يبدأ يأكل، ثم إن شاء الله يختفي، ومن بعد لا يحس بأي شيء، من بعد لا يحس بأي شيء، لأن كثير من الناس بدأوا يعني عندهم هذا المشكل، ويعني ويزور الطبيب والتشخيص، عندك جرثومة معدة، عندك تحمض المعدة، عندك كذا يعني، والشخص لا يأكل ولا يشرب يعني، فيطول هذه، ثم بعد الأقراص التي لا تنفع، حتى أن شخص كان هذا أخبرني بأنه يبلع دواء ثم يرجعه في الحال، يبلع دواء ويرجعه بعد الأقراص التي تضمد المعدة شيء، لكن ضد التقيؤ، أقراص ضد التقيؤ، يبلعها ويتقيؤها يعني مباشرة. يعني سنرى، أنا قلت عالم الأمراض، سنرى أن هناك أشياء غريبة تنتاب الناس، يتساءلون فقط ولكن لا يبحثون لماذا. هذه الحالة تأتي من الحالة النفسية، لما يكون الشخص منشغل ويسافر بكثرة، وينام هنا وهناك وعند الأشخاص، ويأكل خارج البيت ويخلط الأكل، يعني يبقى الجسم يصبر ويراكم، ثم في وقت يتوقف تماما. كثير وتكون عند الشباب، لأن الشباب منشغل الآن، الشباب مثلا اللي عنده مقاولات، والشباب اللي عنده مثلا مشاريع وكذا يكون منشغل، وكثير من الشباب تنتاب هذه الحالة مرتين وثلاثة في السنة. أنا قلت بأن حتى بعض الأشخاص شكوا في، إذا ذهبت عند راقي يعني سيؤكد لك أنه جن سكن معدتك، وأن الرقية وأن شيء، فحذاري ثم حذاري، هذه أعراض عادية. الحمد لله نحن الآن نعيش في عصر العلم، فأن يكون الناس يعني بشغلوا عقولهم فقط، وكل شيء ممكن، يعني الحمد لله الله خلق كل شيء في الكون، لكن العلم يجب أن نستخدم العقل، وليس نعم هي في الكون، لكن يجب أن نصل إليها بالعقل. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.